30 يونيو 2022. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. استشهاد الترس الراكز نور الدين طارق الشهيد بنوري تنسيقية الفتيحة لجان مقاومة أمدرمان جنوب، بعد أن كنا نوثق المواكب وبسالته وفدائيته، اليوم نوثق أعمال وأفعال الإنقلابيين البشعة تبا لبرهان وأعوانه. اغتيال واستشهاد الترس الراكز السلمي نوري ترس الفتيحة من داخل الموكب. أسد والله أسد. 30 يونيو 2022. أركز يا جمال أركز، لكن حتما الناس حتجيب التار. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 30 يونيو 2022 استشهاد الترس الراكز نوري ترس الفتيحات، وهو يتوشح بعلم السودان الآن داخل مشرحة أمدرمان. إنا لله وإنا إليه راجعون.